بتونس. خلينا نحكي، هلا بدهم يزعلوا ويزعلوا، بس نحن اليوم بواقع بمجتمعات موجودة فيها هذه الآفة، آفة الدعارة. فالوقفة الاحتجاجية هذه المرة نفذتها بائعات هوى في ماخور مدينة سوسة الذي أغلق ولم يستأنف نشاطه بعدما تعدت مدة بطالة العاملات فيه السنة وأربعة أشهر. وفي حين يتهم البعض الجماعات الإسلامية بوقوفها وراء إقفال المخور، برز تصريح لإحدى عاملات المخور قالت فيه إنها وزميلاتها مسلمات ومثقفات وعلى خلق عال، وأن بعضهن يصمن في رمضان وبعد الإفطار يعودن إلى عملهن في المخور، أما بعد انتهاء العمل يومياً فهن يركعن لله طلباً للمغفرة. مع الإشارة إلى أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يتمتع بقانون ينظم البغاء العلنية ويحدد شروطه. مع كوثر إحدى العاملات في المخور التونسي مباشرة من تونس. مساء الخير كوثر. مساء الخير. وأيضا معي الدكتور عبد المجيد الزحاف، أستاذ جامعي مختص بالأمراض الجلدية والتناسلية، أيضا مباشرة من تونس. مساء الخير. أهلا وسهلا. ويسعدني أيضا ويشرفني أن يكون إلى جانبي في استوديو الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط، الذي قبل طبعا أن يظهر في هذه الفقرة بالذات رغم حساسية هذه الفقرة، لأنه يرى من واجبه أن يتحدث في وجهة النظر الشرع والدين. في الواقع كنا نعمل دائما مع طبيب يأتي لتقديم الاستشارات الطبية للفتيات، وكنا بالطبع تحت رقابة الشرطة. عفوا على التعبير، يعني تعتبري حالك زانية أنت اليوم أو تشاركي بخطيئة الزنا، ولا تفكري بعدها أن يوم الحساب ما قد يكون هو الأمر عليه معك عندما تواجهين الحساب يوم الآخرة؟ أنا أحب الله، أحب الله وأعرف كل شيء فيما يتعلق بديني، أحب الله بكل بساطة. طيب، ألا تعرفي أن بما أنك تعرفين كل شيء بما يتعلق في الدين، ألا تعرفين أن ما تقومين به تماما هو من المحرمات التي يحرمها الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا تقومين به؟ بالطبع أعرف ذلك، لكنني أسعى دوما للعثور على حل آخر. بالطبع أريد أن يساعدني أحدهم على إيجاد حل آخر لكي أقتات يوميا. قانون التونسي واضح من 1942 يقنن مهنة الدعارة بصفة منظمة، وهناك عدة منازل كانت دور مستعملة للدعارة في تقريب 12 ولاية، والآن بعد الثورة بقيت دور الخناء في صفاقس وفي تونس، وأغلق أخيرا مخور سوسة. ولي عدة قصص، الصغار الآن من عام 12 أو 13 سنة أصبحوا فاهمين كل ما يهم الجنس، ولهم بالآليات الانترنت وغيره تفتحوا عن العالم وخاصة عن تعاطي الجنس. ولهذا هل يعقل أن شاب من عمره 18 سنة إلى 30 سنة أو 35 سنة نطلب منه بأن لا يتعاطى الجنس؟ هل هذا صحيح؟ ونعرف كون عنفوان الشباب يبدأ من عمر 16 أو 17 سنة وله حاجة ماسة في تعاطي الجنس. اليوم فضل. تونس اليوم تونس هي دولة إسلامية، يعني يعني إن كان في الإسلام أو إن كان في المسيحية أو إن كان حتى في اليهودية، الجنس هو يعتبر ضمن خانات الزنا المحرم شرعا في كل الأديان. صح. يعني نحن اليوم كيف لنا أن نبرر لتشريع الزنا بهذا الشكل؟ يعني من ميل بنشوفه اجتماعيا أوكي أنه ممكن للحد من مخاطر العلاقات الجنسية، ولكن من ميل تاني نحن عم نكون ضد الشرع في هذا الموضوع. شكرا. أن نسأل سؤال بصفة أخرى، كل الفتيات التي تتعانى الجنس خارج الدور هذوما وهو في العدد نتاعها متزايد يوما في يوما في كل العالم، نعم، ومعناه ثم احصائيات تعطي تقريبا 40 مليون
نسمة تتعاطى المخدر تتعاطى الجنس في السري خارج المخورات هذوما. نعم. وهذوما الفتيات أولا يتعاطوا أولا يعرضوا نفسهم لخطورة الأمراض الجنسية المنقولة جنسيا. ثانيا يتعاطوا للعنف والاستغلال. طيب. ولهذا أنا أطالب بأن تكون المواخير الموجودة الآن يجب بالعكس يجب تأطيرها يجب تحميها أكثر حمايتها أكثر فأكثر حتى المرأة التي تعاطى الجنس بيكون تعمل بكل حرية وبكل راحة. ونعرف أن الفتاة اللي أتت للمخور هي فتاة مكرهة أتت للمخور بعدما استفرغت كل ما لديها من عمل. وكل الفتيات اللي أتت إلى المخور فتاة كانت أولا اغتصبت في الصغر متاعها أو لها مشاكل نفسانية أو لها مشاكل اجتماعية في المنزل وغير المنزل وأجبرت على ذلك. هل تسمح لابنك أنا سأقول ابنك نعم. هل تسمح لابنك أن يذهب إلى مخور مماثل؟ أنا أسمح أولا وأشجع كل الشبان أن يمشوا للمخور حماية منهم للسيدة للأيدس والأمراض المنقولة جنسيا. خير ما يخرج مع فتاة عمرها 17 سنة أولا يمكن يعطيها إلى ميون غروسيس يمكن يعطيها تعطيها أمراض معدية وثالثا يبقى روحه يبقى روحه في 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 الحبس نعم. في السجن لأنه تعاطى مع طفلة عمرها 17 و18 سنة اللي ما عندوش حق في ذلك ولي عدة قصص. طيب ألا يوجد هناك وسيلة أخرى لكسب الرزق غير هذا العمل؟ لم أجد جي با تروفي صراحة لم أجد. ولهذا القانون التونسي إلى الآن يسمح لكل فتاة لأسباب خاصة لأسباب اجتماعية تطلب من الأمن بأن تعطي الجنس في مخور صفاقس أو تونس لها الحرية ولها الاختيار في ذلك. ولهذا لا داعي بالقول أن هناك نوع من الضغط لغلق هذه المنازل. وأنا كطبيب وباشر هذا المخور بتاع صفاقس منذ 1975 هناك نعرف الآن في الوقت الحاضر الشباب عمر الزواج تأخر إلى 30 عند الفتاة و36 عند الرجل. طيب ولكن هذا الموضوع يعني اليوم إذا كان في مخور لتنظيم هذه المهنة إذا أردنا أن نطلق عليها مهنة لن يمنع الباقيات من أن يمارسن الجنس سرا. يعني راح يكون في مخور وراح مين يريد أن يمارس الجنس في السر سيبقى أن يمارس الجنس في السر. يعني اليوم نحن أمام خيارين أما أن نمنع ونقمع ونحرم هذا الموضوع نهائيا أو نقول في العلن إنه يجب يعني أن نجد ثغرة ما أو مثل ما بيقولوا يعني لك ساعدوني بهالكلمة اللي راحت على راسي. ولهذا في كل الأسباب وفي كل الحالات أنا نبعث ولدي للمخور لأن في أغلب الأحيان ولاحظت بعض الرجال يوصلوا عمرهم 35 سنة ولم يتعطوا الجنس. نعم شكرا لك الدكتور عبد المجيد الزحاف. شكرا لك كوثر يعني من السيدات اللي يملكنا مخورا لتشغيل بنات الدعارة. يعني الطبيب كان رأيه جريء جدا بهذا الموضوع. الدين وين مما سمعت؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما سمعناه من الطبيب ومن السيدة محزن ومؤلم لأن هذه الحالة هي حالة مرضية في المجتمع لأن هذه المرأة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى والتي خلقها سبحانه وتعالى لأن تكون جزء مكمل للرجل وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
هذه المرأة التي كرمها الإسلام كأم كأخت كزوجة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، وكل امرأة هي حكما أم إلا ما نذر. نعم. إذن هذه المرأة التي خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، كيف يعقل أن تتحول إلى سلعة؟ وكيف يعقل أن يبرر لها هذا العمل؟ صحيح أن المجتمع يجب أن يتحمل المسؤولية الكبرى، الأب، الزوج، الأخ، المجتمع يجب أن يتحمل المسؤولية الكبرى. نعم. وليس هناك مبرر لأن تقول المرأة بأنها بحاجة لمال أو بحاجة لمن يقف بجانبها. الإسلام كفل لها أن تكون بعهدة الأب، وعندما تكون متزوجة هي بعهدة الزوج. نعم. ولكن وإذا لم تتزوج فهي بعهدة الأخ. لا يوجد في أي دين من الأديان أوكي. هي محرمة شرعا، هذا أمر أن يبيح، وتنظيم المحرم محرم. نعم. نعم. الخطأ ليس قاعدة، والمحرم لا يمكن أن يكون حلالا بأي حال من الأحوال. لا يوجد أي مبرر للمرأة لأن تمارس هذا الدور، أي مبرر كان. هذه المرأة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولكن بيقولوا إنه الزنا يعني الدعارة، على بكرة بيقولوا طوني خليف يدافع عن الدعارة. الدعارة يقولوا إنه هن أقدم مهنة بالتاريخ، هذا يعني قبل الأديان، يعني هي موجودة قبل عظيم. الأديان القتل كمان موجود، أقدم مهنة أو أقدم حادثة حصلت في الكون. نعم. هل هذا مبرر؟ لا مش مبرر طبعا. الجريمة أول ما بدأت بين أبناء آدم عليه السلام قابيل وهابيل، وأحدهما قتل الآخر، هل نبيح طيب. القتل؟ ولي عدة قصص كون الرجل يأتي في أخت الفتاة بأخت الزوجة نتاعه باش تعطي الجنس في الدار إلى عمر 20 سنة. نعرف كذلك بعض الرجال تأخو نساها وتستعملها كدعارة، ولهذا وقت توصل الفتاة لعمرها 20 سنة وتستفرغ كل ما لديها من تجانب هذا الجنس، تلقى روحها مسؤولة على نفسها، وتمشي بطوعية وتطلب من الأمن باش يرخصلها باش تدخل دار الدعارة. هذه ليست مبررات بالمطلق. هنا واجب الدولة التي يجب أن ترعى الشؤون الإنسانية والاجتماعية للرجل والمرأة. نعم. هنا واجب الأب والأخ والأخت والأخ أن يحتضن المرأة ويقف بجانبها طيب. اليوم ويجب أن لا ينظر إلى المرأة من جانب فقط أنثوي، وأن يجب أن ينظر إلى المرأة كفكر وكعقل وكإيمان صح. والذين معلش الدكتور الزحاف يعني ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الدعوة التي يقوم بها الدكتور الزحاف والسيدة التي تقول هذا الكلام هي تدعو إلى الفاحشة، ولها عذاب كبير من الله أولا ومن المجتمع ثانيا. وهنا تقع المسؤولية على المجتمع، على الأباء، على الأمهات. نعم. ولكن على المدارس. ولكن عند المسيحية من الوصايا الأساسية تمام. لا تزني. إذن على الكنيسة لا تزني. على طيب الكنيسة. ليه سمحتوا؟ ليه ما تضمنتوا وقتها وعملتوا كنتوا سامحين فيه؟ اسمح لي، احنا ما سامحين فيه. طب كان موجود وانتم موجودين. المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية عليها أن تتعاون وتتكامل لمنع مثل هذه الفواحش في المجتمع. طب لماذا لم تتعاون وتتكامل؟ ليش لم تتعاون وتتكامل في السابق؟ يعني قبل الحرب الأهلية كل العالم بتعرف يعني أنه هذا هو المكان كان مخصص لهذه الأمور. حقيقة هذه المرحلة لم أكن موجودا فيها، يعني أنا بقول كشخص يعني ما عشت هذه المرحلة، لكن هذا واجب شرعي للمسلمين والمسيحيين أن يتداعوا لمنع هذه الحالة، وبنفس الوقت أن يتداعى المجتمع لحماية المرأة
والمحافظة على كرامتها وعلى دورها.